اليوم ومن قلب المحروسة سنتحدث معكم مع هذا التاريخ 30 يونيو. ضيفنا هو سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق للحديث عن هذا اليوم العظيم في تاريخ مصر وتأثيره على المنطقة العربية وعلى دولنا العربية. معالي السفير برحب بيك في بيت الكل وأهلا بيك على كل شاشات العربية في يوم تاريخي زي 30 يونيو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مساء الخير حضرتك. يعني معليك بداية خلينا نتحدث عن فترة ما قبل 30 يونيو وكيف هذا الحدث أثر على أو هذه المرحلة المفصلية بنقدر نحكي أثرت على تاريخ مصر بشكل عام. في إطار مصر أنا شخصيا بديت أنزل ميدان التحرير يوميا ومن اعتبارا من 11 فبراير حتى 26 يوليو 2013 بالمناسبة 26 يونيو 2013 بدء المظاهرات الجماهيرية اللي هي كانت بدء ثورة 30 يونيو كنت في ميدان التحرير يوميا 3 يوليو 2013 القوات المسلحة ممثلة في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وتدخلت لتصحيح المسار. وهنا دعنا نستوقفك سعد السفير ونسأل عن تأثير الشارع المصري في هذه الفترة الزمنية التي أشرت إليها من 26 حتى 30 من يونيو قبل أن نسأل عن أثر الإنجاز الكبير وما تحقق ونجاح الثورة على المجتمع المصري على الداخل المصري على الشارع المصري وكذلك على المحيط العربي وعلى العالم الذي كان يرقب ويترقب يعني بشغف كبير و يعني نتائج ما سيحدث على الأرض خلال هذه الفترة الزمنية الحساسة والحاسمة عمليا كلام. الشعب المصري في الفترة من يونيو 2012 حتى 26 يونيو 2013 شعر أن الدولة الوطنية المصرية تسرق منه. صحيح. ده شعورنا. لهذا فرحة الشعب المصري بالخلاص من حكم جماعة كانت تعمل ليلا نهارا لاختزال الدولة المصرية في الجماعة. عشان كده عشان أجسد لكم المنظر الجماهير المواطنين يرفعون العلم المصري بامتداد كوبري الأصليين. علم مصر من أول كوبري الأصليين لنهايته وكلنا ماسكين ورافعين. الشعب المصري أدرك بحسه التاريخي ما تحيك هذه الجماعة ضد الدولة الوطنية المصرية. الدولة الوطنية المصرية في الـ 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 الوعي التاريخي المصري هي ملك الجميع. يعني إيه ملك الجميع؟ يعني هي فوق أي انتماء سياسي أو أي انتماء ديني أو أي انتماء طائفي.